تستكمل الجزئية الأخيرة من الموضوع أو من آخر شابتر، هو الشابتر العاشر، والذي يتعلق بالديسوردرز المتعلقة بالإنتستين أند إريكتم. في تكلمنا طبعا عن الكولوستومي، حكينا طبعا في عندي الفيكال دايفيرجن في كورك كانسر ذا كولون اند ريكتم، انه الناس اللي عندهم كانسر كولون بيصير انه ما ينفعش من انعمل انستيموسيس جديد، فبالتالي لازم ينعمل لهم ستوما دايفيرجن، اي بمعنى تحويل لمجرى اللي هو الستول. تحدثنا على البليسمنت اوف كولوستوميز، انه بناء على المكان اللي بينحط فيه الاوستومي فيسمى فيها الاسم الكولوستومي. ومن ثم تحدثنا عن المانجنج للكولوستومي، واهم حاجه دائما هو السكين كير، عشان هيك احنا دائما بنركز في النيرسينج دايجنوزز للكولوستومي عن اللي هو السكين انتجريتي. طبعا وصلنا الى الاريجيتنج للكولوستومي. هذه الكولوستومي طبعا ممكن انه ينعمل لها اريجيشن غسيل، والهدف من الاريجيشن هو to empty the colon of gas، يعني لو في عندي اي جازز من الكولون ممكن انه يتم من خلال اريجيشن، او ميوكس موجود، او في عندي اي فيسز ايضا، و and establish regular pattern of evacuation، بحيث انه يصير في عندي نظام اخراج بشكل منتظم لكل هذه الجازز وكل هذه الميوكس، لانه احيانا الجازز ما بتطلعش من خلال الكولوستومي، فممكن من خلال الاريجيشن انه هذه الجازز او الفيسز يتم خروجها. النيرسينج اكشنز، طبعا في عمليه الاريجيشن لازم نعمل اكسبلين ذا بروسيجر عشان نعمل تراست ريليشن شيب، والبيشنت يوثق بالنيرس اللي بيعمل هذا البروسيجر، وكمان عشان نقلل من الانكزايتي، بروفايد برايفسي، ايضا allow the patient to sit in a chair، زي ما احنا شايفين في الصوره انه لازم sit on chair، يقعد على الكرسي on front of the منطقه اللي هو of the toilet، يعني على مقدمه التويلت، بيكون يعني منطقه الباتوكس الى الامام. An irrigation أو irrigating reservoir containing 500 ملي، يعني هذا الكيس عبارة عن زي كيس محلول، أو نسميه irrigating reservoir، يعني كيس أو محتوى يحتوي على 500 إلى 1500 warm tap، يعني من مية الحنفية عادية، وبتكون هذه المية دافية ومحطوطة في كيس زي كيس اللي هو المحلول، أو باكت يعني زي كيس، أو نسميه reservoir، وبحيث طبعا بيكون متوصل في تيوب، وهذه التيوب زي ما احنا شايفين في الصورة، او هذه الكاثيتر بتدخل في الاستوما. فالان الاريجيتنج ريزرفوار زي ما حكينا في 500 الى 1500 ملي. allow some of the solutions، بيسمح انه بعض هذه solutions to flow through the tubing and catheter، هذه solutions المائية اللي موجودة في داخل هذا الريزرفوار هتدخل على الكاثيتر وهتروح في داخل اللي هو الاستوما. لابريكيت ذا كاثيتر اند جنتلي انسير، طبعا الكاثيتر هي بتدخل الى داخل الاستوما، بندخلها جوه طبعا، وعشان تدخل لازم نعملها لابريكيشن، يعني انه يكون في عندي حاجة مشحمة بحيث انها تسمح الى دخول هذه الكاثيتر في داخل الاستوما. ف جنتلي انسيرت انتو ذا استوما، بندخلها بشكل بطيء، او بشكل يعني ان سلولي، ما يكونش بعنف او بشده. طبعا انسيرت ذا كاثيتر نو مور ذان 8 سنتيمتر، يعني المسافه اللي انا بدخلها ما تكونش اكثر من 8 سنتي، يعني بفضل يكون من 5 او 6 سنتيمتر، بحيث انه ما ندخلش الى الداخل بشكل كثير، لانه خلاص ما دام دخلت 5 6 او لعند 8 معناته ان احنا داخلين في اللي هو اللارج انتستين، وبالتالي بيقدر يعمل اريجيشن. بعد ما يدخل في هذا الكاثيتر في الاستوما لازم يصير عندي allowed للفلويد تو انتر ذا كولون، بدنا نخلي احنا الفلويدز هذه نسمحها انها تبدا تدخل في الكولون سلولي بالراحه، يعني هذه الميه ما تكونش ماشيه بشكل يعني سريع، انما تكون ماشيه بالراحه. if cramping occurs، لو هو اثناء الاريجيشن صار في عنده كرامبنج، بدا يشعر في شويه مغص، clamp of the tubing، لازم نسكر هذا التيوب and allow the patient to rest، خليه يرتاح شوي، لأنه ممكن مع السوليوشنز اللي بتكون مستمرة وتدخل على الكولون يصير في عندي زي شوية
كونتراكتشرز، شوية تقلصات تصير في داخل هذه الكل في داخل الكولون، فبالتالي بنقول انه يرتاح وبعد ذلك ممكن يرجع يكمل. الووتر شود فلو ان اوفر 5 تو 9 minutes period، يعني ممكن هي استمرارية العملية كلها والإيريجيشن من 5 ل 10 دقائق، لا تأخذ فترة طويلة، يبقى هي فقط لعند 10 دقائق كل فترة الإيريجيشن. Clean the area with the mild soap and H2O. المنطقة طبعا بعد ما نخلص الإيريجيشن نعمل هو السكين كير، ونحن بنغسل هذه المنطقة بننظفها بصابونة خفيفة أو بمية وبننظف كل هذه المنطقة اللي حوالين الاستوما. replace ده كولوستوم دريسنج، وبنغير الدريسنج دائما بعد الإيريجيشن، بيبدأ على طول نعمل الدريسنج لأنه دائما الإيريجيشن والدريسنج مرتبطين مع بعض، فإحنا بنعمل الإيريجيشن بنغير، يبقى كل الأدهيسيف سكين مع الريزرفوار أو مع الباج كله بنغيره وبنحط على اللي هو إيه اللي هو إيه بنحط عندي باج جديد وسكين ادهيزيف جديد. النيوتريشنال ستيتس، ذا دايت شود بي ويل بالانسد اند دازنت كوز دياري اند كونستبيشن. الاكل اللي بدي اكله ما فيش معبد على الاشياء اللي تعمل دياريا او الاشياء اللي ممكن تعمل كونستبيشن، لانه هو ما بيتحكمش بالستول، ما فيش عنده سفنكتر زي في الانس او في الريكتم، ما فيش عنده اي سفنكتر انه بحيث انه يتحكم في الاستول، انا بيطلع على طول بشكل انفولنتري الاستول بيطلع، فاحنا بنقول نتجنب اي دياري او اي كونستبيشن، بالتالي لازم يكون حريص على الدايت. فود ذات كوز اكسسيف اودر، في بعض الاكل اللي بيسبب رائحة كريهة ممكن ان احنا طبعا نتجنبه. إيه طبعا إيه هذا اللي هو لانه طبعا هي مكان موجود في الابدومن، يعني هذا الباج او الكيس او الباوتش بيكون موجود في الابدومن، فلو انا عندي باد اودر حتضلها الريحه طالعه، فبالتالي حيضله كل شوي هو يغير هذا الباوتش، فبالتالي احنا بنقول انه يفضل ان يبتعد عن اللي هو الفودز اللي فيه باد اودر and gas، يعني الأشياء بعض الأكل اللي بيعمل gases برضو ممكن إن إحنا ال patient المفروض يعني يبتعد عنه، زي مثلا الكابج اللي هو الملفوف أو ال eggs البيض أو الفيش الأسماك، ال beans البقوليات and peanuts اللي هي الفول أو الفول السوداني بنسميه، دول يفضل إنه يعني لو تناولهم يتناول بكميات قليلة، لا يتناولها بكميات كثيرة لأنه حيصير عندي باد أودر للستول ويطلع عندي جازز بشكل كبير. السكشواليتي اند سكشوال فانكشن، بعض البيشنتس may fear that the surgery threat to their sexuality، يعني كثير من الناس أو البيشنتس بيشعروا إنه هذه العملية إنها تأثر على اللي هو العملية الجنسية أو على السكشواليتي أو السكشوال انتركورس، فبالتالي دائما المرضى اللي بيعملوا هذه العملية أو بيعملوا الكولوستومي بيكونوا خايفين من إنه يصير عندهم impotence اللي هو الضعف الجنسي، وأحيانا بيكون worry about odor or leakage، يعني بيكون دائما قلق وعنده anxiety من الريحة، فبيخاف يروح يقابل الناس أو يروح يقعد يشوفوا أي حدا بشكل عام ويشم هذه ريحة الأودر أو يشم الأودر بتاعت الستول، فهم بيكونوا عندهم worry about odor، وعندهم موري ايضا من الليكج، بتخاف انه يصير عندي اي ليكج اي تسريب لهذا الستول من برا ويطلع برا الباوتش وبرا السكن ادهيسيف، ايضا خلال اللي هو الديورينج سيكشوال اكتيفيتي، خلال السيكشوال اكتيفيتي بيخاف برضه انه هذا القدر تزيد او انه يصير عندي ليكج من الاستوما. طبعا alternative sexual positions، طبعا في عندهم اللي هو sexual positions في عندهم بدائل ولهم وضعيات لازم يتأخذوها بعين الاعتبار أثناء السكشوال اكتيفيتي، لأنه مش هيقدر البيشنت يعني يعمل كل أو يعني يعمل كل البوزيشنز بشكل مريح، فبالتالي في عندنا alternative sexual positions وضعيات مريحة للبيشنت بحيث إنه ما يصيرش من ده أي أودر أو ما يصيرش من ده أي ليكج من اللي هو الاستوما. الكومبليكيشن للكولوستومي ممكن يصير برولابس للاستوما، نفسها الاستوما يصير لها برولابس تتهتك هذه نفسها الاستوما وبالتالي بتصير انفكتد، ممكن يصير بيرفوريشن يصير عندي ثقب في داخل الاستوما من الداخل، يعني البيرفوريشن في الكولون نفسه يبدأ يصير في له بيرفوريشن، ممكن يصير ريتراكشن
استومال ريتراكشن، اي بمعنى انه انا يصير في عندي زي شد في منطقه الاستوما، بصير يعني زي في كونتراكشنز، في شد بتبدا تشد ويصير فيها زي بصير زي كونستريكشن وبيبطل يطلع الاسطول بشكل جيد. ممكن يصير عندي سكن اريتيشن، يصير عندي تهيج في منطقات السكن. في عندي حاجه اسمها انوريكتال ابسس. الانوريكتال ابسس هذه معناته انه يكون في عندي خراجات يعني في منطقة ما حول اللي هو الريكتم. فعبارة عن infection of para rectal spaces، يعني المسافة اللي ما بتكون حول منطقة الريكتم هذه بنسميها ممكن معرض انه يصير فيها abscess. ال causes ممكن regional enteritis او اللي هو inflammatory bowel disease، ممكن immune deficiency disease، اي مثلا خصوصا الناس اللي بيكونوا susceptible to these infections او ناس احتمال انه يصير في عندهم infections. Many of these abscesses result in fistula. كتير من هذه الابسس بينتج عنه فيستولا. فيستولا يعني بيصير عندي نظام تحويل، انه الاسطول بدل ما يطلع من النورمال باثوي تبعه بتلاقيه بيصير زي بيطلع من ناحية اخرى، هذه بنسميها الفيستولا يعني تحويل. يبقى انا بس بهمني انه من ضمن الاسباب انه الانفلاماتوري باول ديزيز واي اميون ديفيشنت ستيت ممكن ان تعمل لي الانوريكتال ابسسز. كلينيكال مانيفستيشن فيفر، لانه هذا الابسس يعتبر انفكشن فممكن يعمل لي فيفر. اذا كان الابسس سوبرفيشال ممكن يكون دي لو هو فقط سطحي معناته حيصير دي لوكال انفكشن، واللوكال انفكشن معناته انه حيصير دي سويلنج وريدنس وتندرنس، وهذه كلها ساينز اوف لوكال انفكشن. فاول سميلينج بس، البص اللي حيطلع منها او البص اللي موجود فيها حيكون رائحته كريهة جدا، لانه البص معروف اللي في الابسس بيكون فيري باد اودر. المانجمنت سيتس باث اند انالجيسكس، يعمل مغاطس، مغاطس بميه دافئه بحيث يقعد فيها بحيث انه تخف كل هذه اللي هو الابس الموجوده وبعض المسكنات. ممكن يصير عندي سيرجيكال تريتمنت لا اللي هو الابسز، بحيث انه هذا السيرجيكال تريتمنت لو هذه الابسس ما صارش لها ري ابزوربشن، لانه احيانا الجسم نفسه بيعمل ري ابزوربشن لها، لو ما صارش لها ري ابزوربشن واستمرت وصار في عندي بينفول للبيشنت وممكن بالتالي ويدخل في فيفر وصار في عنده انفكشن، وبالتالي ممكن انه ينعمل له سيرجيكال تريتمنت لازاله هذه اللي هو الابسس. في عندي الانال فيستولا، زي ما حكينا الفيستولا يعني زي تحويله، هي عباره عن opening between the anal canal and surface of the skin، يعني زي فتحة بتكون ما بين القناة الشرجية وما بين السطح تبع السكن، فتحة بتكون مش طبيعية، فتحة هيك جاية يعني بتكون بشكل abnormal، وبالتالي بيصير عندي abnormal communication between two hollow organs، بيبطل في عندي communication كويس، يعني هيصير عندي الاسطول هيروح من الأنال على وين؟ على السكن، هيطلع بره. يعني ممكن نشوف في الصورة هان ممكن توضح أكثر. هاي الفيستيولا زي ما احنا شايفين الفيستيولا، هاي أنا عندي هنا السكن، هذه كلها منطقة السكن وهذه الأنال، فصار أنا في عندي هنا فتحة موجودة في داخل أو في السكن، وفبالتالي صار عندي كوميونيكيشن ما بين الأنال كانال، هذه كلها أنال كانال، وما بين اللي هو هذا السكن، فممكن تلاقي انه هنا الاسطول تلاقيه يطلع من منطقة السكن هذه، فبالتالي صار عندي يعني كوميونيكيشن ما بين السكن وما بين الانال كانال، بطل يطلع بشكل طبيعي، صار يروح على منطقة الاسطول يتجمع في هذه المنطقة ويطلع من هذا السكن. فبالتالي صار عندي كوميونيكيشن ما بين التو هالو اللي هم زي ما حكينا هدول التجويفين، التجويف الكنال والتجويف، هذا صار في بينهم كوميونيكيشن. الاسباب انفكشن او تروما او فيشر، يعني ممكن انفكشن في منطقة الانال ممكن انه يعمل لي زي ألسريشن في السكن سيرفيس وبالتالي يعمل لي زي فيستولا، او ممكن تروما اي ورم موجود سواء كانسر ممكن يكون يعمل لنا برضه هذا الانال فيستولا، او فيشرز اللي هو الشرخ، هي بيكون في شق شرخي موجود في منطقة اللي هو الأنال، ممكن برضو إنه من ضمن الأسباب للأنال فيستولا. الكلينيكال مانيفستيشن ممكن يكون عندي بص أو رستول مي ليك فروم ذا أوبننج، يعني ممكن إنه من الأوبننج هذه الفتحة اللي موجودة أو الفيستولا ممكن يصير عندها ليكج، يصير عندي تسربات لاستول أو بص،
فروم ذا اوبننج، من الفتحه هذه بيبدا يطلع عندي ستول او بس. بيطلع ايضا يسندي باسج اوف فليتس اور فيسز، برضه بيسندي مرور للغازات او الفيسز للستول نفسه من الفاجينا او البلادر ديبندنج اون ذا فيس. يعني ممكن حتى تلاقي بعض الفليتس الغازات او بعض الفيسز او بعض السكريشنز بتطلع من الفاجينا او من البلادر نفسه، بناء على حسب كيف الفيستولا اتراك، بناء على كيف وين مكان الفيستولا. يعني ممكن الفيستولا مش بس اللي هو تكون ما بين الانال وتكون والسكين، ممكن يعني يكون الفيستولا ايضا موجودة أو متأثرة منطقة الفاجينا، السكريشنز كلها تطلع على هذه الفيستولا، ممكن أي حاجة بتطلع من البلادر كل اليورين، وبالتالي ممكن إنه يصير مثلا في له تسريب، وبالتالي يصير يعني عمل فيه فيستولا. فبالتالي يعني إنه هان بيقول إنه الفيستولا ليست مقتصرة فقط على إنه يكون في عندي في الأنال، لكن ممكن تكون في مكان تاني. ومن ضمن هذه الساينز والسيمتومز تاعتها انه ممكن انه هذه الفليتس او الفيسز تصير تطلع من الفاجينال او البلادر. يعني كل فليتس الغازات بدل ما تطلع من الانال بتلاقيها بتطلع من وين؟ من الفاجينا او من البلادر اللي هو من الميتس، من اللي هو مجرى البول. المانجمنت بيعمل لهم فيستيولكتومي، يعني بيعملوا اكسجين للفيستيولاس اتراك، يعني عبارة عن جراحة يعني بيعملوا انسجن وعملية ريباراتيف، يعني تصليح لهذه الفيستولا، يعني عبارة عن إزالة كل هذه الفيستولا، بيشيلوا كل الفيستولا هذه، بيعملوا دبرايت، بيكشطوها كلها، بيشيلوها بشكل كامل. عندنا الأنال فيشر وهو الشرخ الشرجي. هذا الأنال فيشر عبارة عن لونجيتيودينال تير، بيكون زي تمزق طولي أو ألسريشن أو تقرح، أو عندي بيكون عندي يعني زي إنه ألسر أو تقرح صار في عندي موجود في اللايننج أوف ذا أنال كانال، في اللايننج يعني في الخط على مستوى خط اللي هو الأنال كانال، يعني مستوى القناة نفسها أو الفتحة الشرجية النهائية، ممكن نتيجة عندي ألسر او في عندي مثلا تيرنج صار عندي تمزق، فممكن انه يعمل لي هذا الفشار. هاي الفشار زي ما احنا شايفين، هاي الانال كانال عبارة عن هي اصلا ماسلز، كلها هذه ماسلز، فصار في عندي هنا ألسر، ممكن صار عندي تقرح، هان ألسر عمل لي فشار شرخ. شرخ يعني زي فتحة معينة في وين؟ في الانال كانال نفسها، يعني في السكن في التشو نفسه بيبدأ يصير في عندي زي شرخ موجود، فهذا بنسميه اللي هو الانال فيشر. الاسباب التروما، ممكن لو في عندي اي تروما موجوده في المكان تعمل لي ألسريشن او تعمل لي تيرنج لمين؟ للماسلز او للتيشو بتاعت الانال. او باسنج لارج فيرم ستول، وهي اكثر اسبابها هو الموست كومن كوز، ممكن يصير عندي اللي هو انه يصير عندي مرور ل لارج فيرم ستول، الستول يكون حجمه كبير وكان لارج مش سوفت، ممكن انه يجرح اللي هو منطقة الأنال، فبالتالي بيعمل لي هو الفشار. فممكن أيضا الكونستبيشن، الإمساك برضو من ضمن الأسباب المشهورة اللي ممكن تعمل لي أي أنال فشار. إمساك بيبدأ يعمل بلزافا مانوفر، ومع البلزافا مانوفر هذا بيبدأ يصير في عنده أو بيعمل بنسميها سترينينج، بيبدأ يعص حاله بشكل كبير، وبالتالي ممكن إنه يجرح منطقة اللي هي الأنال. فهذا الجرح اللي بيصير أو التيرينج اللي بيصير بنسميه اللي هو الفشار. البينفول ميديفيكيشن من ضمن الكلينيكال مانيفستيشن، كل ما يروح يعمل ايديفيكيشن او ستول بالتالي هيبدا يصير في عندي الم، يمكن يحس عندي الم عند التبرز، بيرنينج اند بليدنج، ممكن يصير عنده حرقان حتى بعد الايديفيكيشن، بيشعر بحرقان مش طبيعي، ممكن يصير عندي بليدنج لانه هو عباره عن جرح. هذا الجرح كل ما يجي يعمل ستول بيعود ينفتح تاني هذا الجرح، وبينزل مع الستول بليدنج، بيعود بخلص من الستول بيعود بينشف هذا الجرح وبيتوقف اللي هو البليدنج، وبعد ذلك كل ما بيعمل ديفيكيشن بيرجع للبليدنج. التريتمنت موست اوف ذا فيشرز كان بي تريتد باي ستول سوفتنر، يعني بالاغلب انه ياخذ ملينات. هو الفكره انه كل بس ما بيعمل ديفيكيشن بيصير في عنده اللي هو انه اريتيشن لهذا الفيشر، وبالتالي بيصير عندي زي انجري له، بينزل بلاد. لكن انا انه ما دام يتجنب الكونستيبيشن يبقى ممكن اموره تمشي كويس وبشكل جيد. فبالتالي لازم ياخذ ستول سوفتنرز، ملينات، اند بالك ايجنتس، وبعض الاشياء اللي تمنع انه يصير في عندي كونستيبيشن. انكريز ووتر انتيك، يزود الميه،
سيتس باث، بحيث انه يساعد انه يصير في عندي هيلينج ويخفف من التيرنج او الالسر اللي موجود، وعادي تقرح كانه انا عندي كانه مجروح من منطقه السكن، فهو بيعمل زي مغاطس بحيث انه هي تخفف من هذه التيرنج. ممكن يصير عندي بعض اللي هو الاميلانت سابوزيتوريز، اللي هي بعض التحاميل اللي يتم استخدامها اللي بتحتوي على انستيتيك ويذ كورتيكوسترويدز، يعني بتكون فيها مسكنات مع كورتيكوسترويدز، لانه الكورتيكوسترويدز عباره عن يعني عباره عن ماجيك بنسميه دراجز، وبالتالي ممكن ينفع في حالات الفيشرز انه يخفف من هذا الفيشر، يخفف من هذا الالسر او التيرنج مع الانستيتيك. فهذه الان اللي هو الاميلانت سابوزيتورز اللي هي بنسميها التحاميل، اللي هي الاميلانت يعني زي مرطبات، بتكون مرطبه بحيث زي ما حكينا بتنتوي على الانستيزيا مع كورتيكوستيرويدز، ممكن هي تخفف اللي هو الديسكمفورت. عندي بعدها الهيمورويدز وهي البواسير، وهذه يعني نسبة كبيرة من البيبول في أي مكان أو على شيء مستوى الانترناشنال هيمورويدز، بتلاقي فيه كثير في عندنا ناس بيكون عندهم هيمورويدز، وهذه الهيمورويدز اللي هي بنسميها البواسير، هذه عبارة عن dilated portion of veins، يعني الفينز اللي موجودة في منطقة الريكتم بيصير إلها dilation، بتتضخم وبتتمدد وبتحتقن، وبالتالي بيبدأ يصير في hemorrhoids. يبقى الآن البواسير هذه فكرتها إنه إحنا عندنا منطقة الريكتم والأنال مليانة blood vessels، فبالتالي مع سبب من أحد الأسباب اللي هنعرفها بيبدأ يصير عندي هذا الفينز يصيرها dilated، تبدأ تتمدد في منطقة الأنال، وبتلاقيها بتتجمع في منطقة الأنال، ممكن تكون من الأنال من جوا وممكن تطلع إلى الخارج، وهذه الموست كومون عادة بتكون للناس الايج اوف 50 سنة، ممكن إنها تصير عندهم هذه الهيمورويدز. يبقى الفكرة إنه بكون عندي زيادة في البلاد فوليوم، زيادة في حجم الدم اللي موجود في داخل هذه الفينز، يعني الفينز بتحتقن تتوسع، ونتيجة زيادة الفوليوم البلاد فوليوم الحجم اللي فيها، وبالتالي بيصير في عندي لارج فينز، الفينز بتصير كبيرة، وبالتالي هذه البرشر اون فينز بتلاقيه هذه يعني بصير عندي برشر لهذه الفينز، تبدأ تعمل برشر على الانس، يعني الفينز بيصير عندي كبير، هذا الفينز لما يكبر بيبدأ يضغط على الانال كنال، ولما يعمل برشر على الانال كنال، وبالتالي ممكن انه يعمل لي بينفول، ويبدأ يشعر المريض بان هو البين. البريجنانسي از نون تو انيشيت اور اجريفيت اكزيستنج هيمورويدز، يعني هم اكثر ناس معرضين انه عندهم اجريفيت زياده وتعرض انه يحصل عندهم الهيمورويدز، هم الناس البريجننت، لانه مع البريجنانسي البيبي طبعا بيضغط على الهيمورويدال تيشو، بيضغط على الانسجه اللي موجوده في منطقه الريكتم، بيضغط عليها بشكل كبير، فبالتالي ممكن انه يعمل لي طبعا اللي هو الهيمورويد. هذا هو شكل الهيمورويد، طبعا هذا الهيمورويد ممكن يكون اكسترنال خارج منطقة الكنال وبيكون بارز، هي عبارة عن زي ما حكينا dilated veins، وممكن يكون اللي هو internal، وبالتالي بيعمل بريشر على منطقة الانال كنال، فلما يجي يعمل ستول حيصير عندي سيفير بين اثناء اللي هو الستول. يبقى انا عندي two types of من اللي هو الهيمورويدز، في عندي الانترنال هيمورويدز بتكون داخلية، وهذه عادة بتكون في الانترنال اسفنكتر، يعني بتكون في الحاجز اللي هو الداخلي، اما الاكسترنال بتكون اوتسايد اوف ذا اكسترنال اسفنكتر، بتكون خارج هذا الاسفنكتر، بتكون برا طالعة، يعني بتبين بالعين المجردة، ممكن انها تظهر وبتكون ظاهرة بشكل جيد هذه اللي هو الفينز. الكلينيكال مانيفستيشن طبعا نكون عارفين انه الانترنال، هذا الانترنال هيمورويدز يعني عادة بتكون بينفول، هي بتكون بينفول الى حد يعني انه ممكن انه في النهاية معرض انه يصير عندهم بعد ذلك بليدنج، انهم يدخلوا في بليدنج نتيجة انه البين اللي بيصير، وممكن انه يصير هذا الفين مع البرشر اللي زايد عليه او مع الكونستيبيشن اللي بيصير، ممكن انه يعمل لي زي رابتشر لهذا الفين، وبالتالي ممكن يدخل في بليدنج.
الكلينيكال مانيفستيشن بين واتشنج هو اكثر حاجه الهيمورويدز هي البين، وخصوصا عند الديفيكيشن وممكن يصير عندي اتشنج حكه في المنطقه. البرايت ريد بليدنج اوكير وذ ديفيكيشن، لما يجي يعمل اي ديفيكيشن هنلاقي ممكن عندي ينزل شويه دم ويكون لونه فاتح ويكون فريش بلاند. الاكسترنال هيمورويدز اسوشيتد وذ سيفير بين due to inflammation and edema caused by thrombosis. فأكثر يعني البين بيكون أكثر في الاكسترنال هيمورويدز، هما الاثنين فيهم بين لكن الاكسترنال بتكون أكثر نتيجة ممكن الاكسترنال هذه يصير لها inflammation تلتهب، ممكن يصير فيها edema تنتفخ بشكل أكثر. دائما وين في inflammation بيصير معها edema وبالتالي بيبدأ يصير في عندي thrombosis، بيبدأ يصير عندي زي تجلط لهذا الدم موجود في داخل الوريد ومتجلط هذا الدم، فبالتالي ما دام عندي ثرومبوزس في اي وقت ممكن يصير في عنده بليدنج. الانترنال هيمورويد ار نوت يوجوالي بينفول، هو مش دائما until they bleed or prolapse، الا لو صار في الها بليدنج او صار البرولابس تهتك لهذه اللي هو الهيمورويدز. يبقى الاكسترنال البين فيها اكثر من الانترنال الا في حال لو صار في عندي انترنال هيمورويد بليدنج. المانجمنت هو هيمورويدكتومي بعملية جراحية، بيتم استئصال هذه الهيمورويد. ريكتال اسفنكتر از يوجوالي دايليتد، عادة بيتم توسيع هذا الريكتال اسفنكتر والهيمورويد ار ريموفد وذ كلامب اند كوتري. كلامب يعني حاجة بحيث انه يعني يمنع يصير في عندي اي بليدنج، والكوتري اللي هو الكاوي اللي بيعملوا فيه استئصال هذا الهيمورويد. يبقى احنا بهمنا في الهيمورويدز في النهاية انه احنا لما نيجي نعرف انه هذه الهيمورويدز، زي ما نقول احنا ايش اكثر نيرسينج دايجنوزز احنا ممكن نستخدمه للهيمورويدز او ايش برايورتي لنا احنا، هو البين. المريض بيعاني من سيفير بين اثناء خصوصا اثناء اللي هو الديفيكيشن. طيب احنا نتوقف الى هنا، وطبعا بذلك احنا نكون انتهينا من المساق بشكل كامل، وما بعد ذلك طبعا غير مطلوب منكم، والله يعطيكم العافية.